بدأنا بالعمل منذ 4 أشهر وهذا الشهر الخامس بإصلاح شبكة المدينة. انتهينا من إصلاح الخطوط الرئيسية نهائيا، حاليا بلشنا بالفرعيات. يوجد بالمدينة ما يقارب من 12 ل 14000 كسر. حاليا شهريا نقوم بإصلاح ما يقارب 600 كسر بالشهر، 5 ورشات موزعة على أرجاء المدينة. تبدأ خطة العمل من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 4 مساء يوميا. مشروعنا هو إعادة تأهيل شبكات المياه والصرف الصحي بمدينة الرقة. هو المشروع داعم لبلدية الشعب الرقة، الجهة المنفذة هي إعادة الإعمار. طبعا مشروعنا هو هدفه أنه إيصال المياه لكافة أنحاء مدينة الرقة. قمنا باستبدال قساط الكثيرة تبلغ تقريبا شيء 2 كيلومتر خلال الشهر هذا الأخير فقط. المي وصل تقريبا لكافة أنحاء المدينة إلا بعض المناطق ما زالت تعاني. نحن كل يوم صباحا تجينا شكاوي من 15 لـ20 شكوى. في عندنا 5 ورشات قوم بالعمل اليومي حسب مكان الشكوى، حسب مكان الشكوى. فننطلق الصبح الساعة 8 على الشغل، بالساعة 3 3:30 حسب ما نخلص الخطة. عندنا خطة يومية، فكل يوم نصلح 14-15 كسر بالمدينة متفرقات.